مفيش طبعا كرة قدم حقيقية بدون رعاة، سواء للبطولات أو للأندية. نشوف لقاء مهم جدا مع الأستاذ أحمد يحيى، رئيس تنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات، ونرجع نكمل كلامنا. ومستمرين معاكم طبعا، والاحتفاليه وحفل تدشين او انطلاق السوبر المصري بنظامه الجديد هنا، زي طبعا ما قلنا لكم، من قلب الاهرامات، قلب الحضاره المصريه. ومعانا واحد من اهم طبعا يعني افراد المنظومه، والحقيقه انه طبعا استاذ احمد يحيى وشركه اتصالات والرعاه بشكل عام هم يعني اصبحوا من اهم افراد المنظومه الرياضيه وصناعه الرياضه. بنرحب بيك معانا استاذ احمد، طبعا رئيس تنفيذي لقطاع الافراد لشركه اتصالات. اهلا بيك يا نورهان، ازيك؟ طبعا سعيدة وجودك معانا في قناه النادي الاهلي، وسعيده ان انا بقابلك النهارده. احنا دايما بنتقابل ودايما موجودين، احنا دايما بنكون حريصين ان انتوا تكونوا موجودين معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. انتوا اهلاويه قبل اي حاجه اظن، صح كده؟ اكيد، وسعداء بوجودنا معاكم النهارده. دايما بنبقى سعداء ان احنا نطلع معاكم على قناه النادي الاهلي. النهاردة شفنا كلمة ليك اتكلمت عن دوركم، وأنا الحقيقة بشوف أنه صناعة الرياضة بقت يعني أكبر بكتير قوي من مفهومها اللي يمكن كنا زمان عليه، صح كده؟ صح كده. الدور التقليدي للرياضة زمان اتغير كتير، والتكنولوجيا بقت بارت كبير جدا من الرياضة النهاردة. يعني يمكن جزء كبير من التقدم بتاع الرياضة حصل بسبب التكنولوجيا، بسبب متابعة الجمهور للعيبة ومتابعة الجمهور للنتائج، والجمهور بيتفرج على الماتش دلوقتي وهو بيتحرك في العربية وهو في الشارع، غير زمان كنا كلنا نتجمع حوالين التلفزيون في مكان واحد عشان اتفرج على الماتش. لا، النهارده انا بتفرج على الماتش وانا ماشي في العربيه عادي. يمكن كمان دخول التكنولوجيا في التحليلات وفي قياس اللياقه البدنيه للعيبه، يعني الحقيقه بقت جزء اساسي. ويمكن احنا زي ما مهتم بالتكنولوجيا بنهتم بان احنا نبقى بارت من الفرحه والانتصارات بتاعه الرياضه. ويمكن الحاجه اللي بنقولها دايما، الكوره بتجمع الشعوب دايما. فيمكن ده اهتمامنا الفترة الأخرانية بالموضوع دوت، مع تغيير الشركة من شركة تيليكوم لشركة تكنولوجي، مع تغيير اللوجو بتاعنا من اللون الأخضر للون الأحمر، مع تغيير الكلمة. الحقيقة ده انت عارفة احنا شركة اتصالات موجودة في 17 ماركت غير مصر، واختيار اللوجو واختيار اللون بيبقى خاضع لحاجات كتير جدا. فيمكن ملهاش علاقة قوي اذا كان في حد بيلعب تاني في السوق المصري على نفس الكالرز ولا لا. بس يمكن التحول من التليكوم للتكنولوجي، وقلنا ازاي او اكتر حاجة ممكن نعمل فيها زي ما بنقول كونكت او نوصل للجمهور فيها، الرياضة والكورة. فيمكن دي ابتدت برعايتنا السنه اللي فاتت للنادي الاهلي، والحمد لله انا بقول ان دايما للناس حواليا ان احنا كان وشنا حلو على النادي الاهلي. يمكن كان موسم تاريخي للاهلي الحمد لله، ويمكن بدايه الموسم قويه جدا، وعندنا الحمد لله السنه دي كمان فريق قوي جدا بيمثل النادي الاهلي ودخل على بطولات مهمه جدا، فدي حاجه كويسه جدا. يمكن اللي بعديها كانت التحدي الكبير لمنتخب الثلاث سنين الجايين. يعني المنتخب عنده بطولتين في امم افريقيا، عنده الاولمبيات ان شاء الله السنه الجايه في باريس، وعندنا طبعا الحلم الكبير بتاع كاس العالم 26. فدي يمكن كانت السبب ان احنا قلنا طيب هنبقى في ظهر المنتخب في الفتره الجايه. وكنا بنتكلم على الاهلي اللي هو جمهور كبير جدا، ودلوقتي بنتكلم على المنتخب اللي هي مصر كلها. وجت الفرصه بقى ان احنا كمان كاس السوبر هيتلعب في الامارات، اتلعب 6 سنين اللي فاتوا في الامارات، هيتلعب الثلاث سنين الجايين في الامارات، والامارات هي الشركه الام. والحقيقه الرعايه المره دي للسوبر جايه كمان من الشركه الام، مش من شركه اتصالات في مصر. ودي حاجه كمان بتحسسنا كمان بالفخر، لان هو الجاليه المصريه اللي موجوده في الامارات كبيره، السوبر رايح الامارات، 4 فرق مصريه رايح الامارات، النادي الاهلي اللي بيترعاه. انا كده هبدا اطمع على فكره. الحقيقه يعني ما كانش فيه احسن من كده نبقى احنا الرعاه بتوعه. فالحمد لله، يعني اعتقد ان احنا السنه ونص الاخرانيه دي مهتمين. والحقيقه احنا بنهتم بالرياضه عامه، يعني احنا يمكن بنرعى علي فرج ونور الطيب في الاسكواش، وعلي از نمبر 1، يعني علي هو رقم 1 في الاسكواش. فاحنا عندنا بيليف او معتقد قوي عن دور الرياضه وازاي الرياضه بتجمع الناس وبتجمع الشعب. فيا رب كده تكون بدايه كويسه للسوبر الجديد، ويبقى وشنا حلو على الاهلي ان شاء الله برضه في السوبر ده زي السنه اللي فاتت وزي الموسم الكبير اللي حصل. واي حاجه الرياضه او الرياضه المصريه والنادي الاهلي عامه محتاجها،
من الجزء التكنولوجي وازاي نساعد النادي في ان هو يتقدم ويتطور اكتر في المجال دوت. احنا طبعا هنكون بنقدم على طول الخدمات دي للاهلي. ما ينفعش يكون معايا برضو استاذ احمد يحيى ما نتكلمش عن التحول الرقمي. اظن يعني انتم مهتمين قوي بالموضوع في الفتره الاخيره في شركه اتصالات تحديدا، انا متابعه ده. هل في اي يعني خطوه فيما يخص التحول الرقمي ليها علاقه بالسوبر المصري؟ والله الحقيقة هي الخطوات بتاعة التحول الرقمي كبيرة، ويمكن الحاجة اللي احنا ابتدينا نشتغلها مع النادي الأهلي الفترة الأخيرة هو ازاي ان احنا ننقل المحتوى للجمهور ومشتركين اتصالات. وعملنا أول خدمة ما بيننا اسمها أرشيف الأهلي، وأرشيف الأهلي نزلت تقريبا بقالها 3 شهور، بيقدر الناس دلوقتي تشترك في مسابقات وتوصل لأرشيف الأهلي الطويل الكبير اللي فيه إنجازات كبيرة. الحاجة التانية، ويمكن ما أعرفش إذا كنت اتفرجتي على الأغنية الجديدة بتاعت النادي الأهلي للاتصالات عملتها ولا لأ، نزلنا بالأغنية تقريبا بقالنا 2 أو 3 أسابيع، ونزلنا معها بخدمة جديدة اسمها الأهلي فان زون. دلوقتي اي حد من المشتركين ومشجعين الاهلي يقدر يشترك في الفان زون المشترك ما بين اتصالات والنادي الاهلي، هياخد بقى معانا مميزات كتير جدا، ما بين ان هو هيبقى بياخد ساعات ببلاش على الانترنت يتفرج بيها على الماتش وقت الماتشات، هيبقى ان شاء الله فيها مفاجات اكتر واكتر. يعني لا يعني هيبقى ياخد يعني هنوصل اللي هي موجوده جزء من الخدمه الثانيه بتاعت ارشيف الاهلي ان فيها جوائز، بس احنا بنحاول نجمع حاجه كويسه للجمهور اللي بيحب الاهلي واللي بيشجع الاهلي واللي بيتابع، انه انت لو مش في البيت نازل الشارع عايز تتفرج على الماتش احنا هنديك الانترنت اللي تتفرج بيه على الماتش، وهيبقى فيه حاجات اكتر واكتر. يعني حتى بعينا مع اهلي فان زون لان دي حاجه كبيره جدا هتفضل مكمله معانا ان شاء الله السنين الجايه، لان احنا دايما كنا بنقول رعايتنا للاهلي مش رعايه 4 سنين، دي شراكه طويله وان شاء الله تفضل مكمله لفتره اطول من كده كمان. طيب هكون طماع واسالك او هقترح عليك، هو يعني الاثنين، هل في مفاجآت لجمهور الاهلي في الامارات؟ ده جمهوركم بقى يعني، ده هم جايين في ملعبكم، هل ممكن نشوف مفاجآت لجمهور الاهلي؟ الحقيقه احنا يعني بنشتغل دلوقتي على ايه اللي ممكن نعمله، لان الحقيقه الفتره الجايه في الامارات مش الاهلي بس، المنتخب رايح عنده ماتشين يوم 12 ويوم 16، اكيد عارفه في ماتش زامبيا وماتش الجزائر، واحنا رعاه للمنتخب المصري والمنتخبات المصريه، والسوبر رايح في نوفمبر، فاحنا الحقيقه اكتوبر ونوفمبر ما بين مصر والامارات وما بين المنتخب والاهلي في احداث كتير، فاحنا شغالين دلوقتي ما بيننا وما بين كمان فريق العمل بتاعنا في الامارات اللي نقدر نعمله، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه تبقى يعني تسعد جمهور الاهلي، ويكون ونقدر ننقل الصوره كمان اللي بتحصل هناك لجمهور الاهلي. محظوظه الشركه اللي يبقى النادي الاهلي واجهه ليها او هي تبقى راعي للنادي الاهلي. الحقيقه يعني الاستفادات والقاعده الجماهيريه بتاعت النادي الاهلي مع البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي تخدم اي شركه الحقيقه يعني.